طيب يا شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مع مسألة برضو فيها فكرتين جديدة. يقول لك، خليني أكبر شوية، A closed cylindrical tank، هذا هو cylindrical tank filled with water has a hemispherical dome، عنده إيش؟ قبة فوق نصف كرة. is connected to an inverted piping system as shown in the figure، يعني متصل من أسفل بالسيستم المقلوب هذا من البايبس. The liquid in the top part of the piping system has a specific gravity of 0.8، يعني هذا عبارة عن oil، لأن الاستجي specific gravity أقل من إيش اسمه من الواحد، فالاستجي ب 0.8. أيوة. and the remaining part of the system is filled with water، يعني هذا كله water لحد هنا، وبعدين يجيك الجيج حق المانوميتر gauge fluid، وبعدين برضو water. if the pressure gauge reading at point A، يعني هنا كانت 60 كيلو باسكال، أوجد حاجتين، البريشر عند النقطة بي هنا، والبريشر هيد. تذكر، شفت الآن الكلمة حلوة، البريشر هيد in millimeters of mercury at the top of the dome، يعني عند نقطة C. طيب نجي الآن نبدأ من النقطة، نطبق الهيدروستاتيك إكويجن حقتنا، نبدأ من نقطة نعرفها، هذه هي النقطة، أوكي، الليفل هذا كله، البريشر هنا بكم؟ بستين كيلو باسكال. ممكن واحد يجي ينزل لحد هنا وبعدين يرجع يطلع لحد هنا، نقول كانك ابو زيد ما غزيت، يعني خلاص كان، يعني تجي كذا على طول مباشرة افقي، فالضغط هنا بستين، صار الضغط هنا بستين. بعدين ممكن واحد يجي بعده يطلع كمان، يضيف يطرح المقدار هذا، وبعدين يضيف المقدار هذا لحد هنا، نقول له برضو يا ابو زيد كانك ما غزيت، لأنك أضفت طرحت وزودت ورجعت نفس الضغط، يعني الضغط هنا بستين. يعني لو من البداية جيت كذا مشيت وقلت هذا بستين. أيوة، هنا بعض الشباب بيعترض ويرفع يده ويقول كيف تقول يا دكتور إنه البريشر هنا يساوي البريشر هنا، مع أن السائل الذي يربط النقطتين ليس سائلا واحدا. أيوة، أقول كلامك سليم، وتساوي البريشر هنا مع هنا لا علاقة له بالكلام السابق، له علاقة بالشيء التالي، بوريك إياه. هذه الحدود اللي هنا، وهذا الحدود اللي هنا، الخط، يعني الخط الفاصل هنا هو بحطه لك، هو بسم الله، هذا الأنبوبة اللي على اليسار وهذه الأنبوبة اللي على اليمين، هذا نسميه الانترفيس، معايا؟ طيب، هنا بستين كيلو باسكال، توافقني، يعني أسفل هنا، كلام سليم. وعلى الضفة الثانية، احنا على الحدود، أوكي، ما بين الدولتين، الضغط بكم في الزيت؟ بستين، أوكي؟ طيب، رحت طلعت فوق ورجعت نزلت لحد هنا، والمستوى هو، فالبريشر جوا الأويل هذا بكم؟ بستين كيلو باسكال. وبما ان احنا على الحدود، شايف كيف منطقة الجوازات ما بين الدولتين، انت عنده نقطة واحدة هنا، فالضغط في الموية هنا بكم؟ بستين. طيب، هذا يساوي هذا، وهذا يساوي هذا، وهذا يساوي هذا، اذا انا اقدر اقول ان الموية النس البوينت هذه تساوي هذه تساوي هذه، شايف كيف؟ بسيطة جدا، يعني يمكن أنا فلسفت زيادة، لكن معليش سامحونا. طيب، إذا أنا أقدر أقول مباشرة أروح الحد هنا، شايف كيف النقطة هنا، وأقول البريشر هنا بستين، وشرحت لكم الاعتراض اللي ممكن يرفع والإجابة اللي ممكن يجاوب عليها. إذا ستين، بعدين أنزل، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو البريشر بي اي، أوكي، بستين كيلو باسكال. بعدين عندي القامة، القامة حتكون H2O مضروبة في الـ specific gravity في الهايت، اللي هو ثلاثة إيش؟
3 متر. بعدين عندي الإضافة هذه كمان اللي هي ووتر في 2 متر، هذا هيعطيني إيش البريشر عند النقطة B. إذا علي الآن إني فقط إيش أبدأ في الحساب. عندنا البريشر at point A 60 كيلو باسكال، specific gravity حقت الأويل 0.8، جاما H2O 9810، الهايت هنا ب 3 متر، الجاما برضو هنا حقت الووتر ب 9810 المفروض برضو، لكن حط صفر هنا مضروبة في 2 تحسبها يطلع لك البريشر هنا ب 103 كيلو باسكال، يعني أعلى من الضغط هنا بالمقدار اللي أنت شايفه. طيب الآن نبغى نقطة B اللي هو البريشر هيد. كيف أجيب البريشر هيد؟ والله البريشر هيد أنا أبغى البريشر هيد عند البوينت سي، أروح هنا الضغط ب60 وأطلع فوق، معناته لازم في ماينس ساين ناقص جاما ووتر في 3 متر يعطيني البريشر بالكيلو باسكال at point C. خلصنا؟ لا، هو قال البريشر هيد ان مليمترز اوف ميركوري، معناته لازم تقسم على الجاما الخاصة بالميركوري. يلا بسم الله، اهو شفت البريشر at point C حيساوي الضغط هنا ناقص 3 في ايش في الجاما حقت الووتر. البريشر هنا ب60 كيلو باسكال وهنا 9800 نيوتن لكل متر تكعيب، طبعا هو يكتبها صح، يكتبها 9.8 وهذا 10 to the power 3 يصبح بالكيلو مضروبة في 3، يطلع أن الضغط هنا بكم؟ ب 30.6 كيلو باسكال. هل انتهينا؟ لا، قال لك أبغاه إن مليمتر أوف ميركوري، معناته لازم تقسم هذا على الجاما أوف ذي ميركوري اللي هي 133 كيلو نيوتن. إذا قسمت الضغط على الجاما أوف ذا ميركوري يطلع لك 0.23 متر، يعني لو ضربتها في 1000 مليمتر تطلع لك كم؟ 230 مليمتر. لو قال لك أبغاها إن مليمتر أوف مثلا أويل، إن مليمتر أوف واتيفر، تقسم على الجاما الخاصة بالسائل اللي أعطاك إياه. كذا انتهت المسألة، وأعتقد أنه حلينا بما فيه الكفاية. ننتقل إلى درس آخر إن شاء الله. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.